إخوانا الفلسطينيين يشهدون إحدى أكثر عهودهم صعوبة منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم. غزة ورام الله تجرى فيها هجمات تنظمها إسرائيل تجاه الناس، والتي تشهد بسببها ما يقارب 32 ألف فلسطينيا، وجرح ما ينوف على 72 ألف شخص، و2 مليون من الفلسطينيين اضطروا إلى الهجرة من مساكنهم. 2.3 مليون من الفلسطينيين اليوم لا يتمكنون من الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية اليومية. إسرائيل لا تترك أهل غزة عرضة للجوع والعطش فحسب، بل إلى جانب ذلك تمطر عليهم القنابل وتقتلهم بوحشية. منذ 151 يوما بالتمام والكمال نشهد إحدى أكثر الهمجيات المعاصرة في تاريخنا. القوى الغربية أيضا بدعمها المطلق واللا محدود، فإن نتنياهو ونظامه المجنون ونظامه الذي خرج عن طوره يجري تطهيرا عرقيا ضد الفلسطينيين. وبهذه المناسبة فإني أود أن أعبر عن تعازي للشعب الفلسطيني ممثلا في أخي الرئيس محمود عباس باسمي وباسم شعبي. رحم الله شهداءنا وكافأهم وجعل مثلهم الجنة، كما أسأل الله الشفاء للجرحى. كما تعلمون ما يقارب 1000 من الجرحى هم اليوم يتلقون العلاج في مستشفيات بلادنا المختلفة ويتواصل علاجهم. نتنياهو وشركاؤه في الجريمة سيدفعون ثمن كل قطرة دم سفكوها قانونيا وفي وجدان وضمائر العالم. ونحن في تركيا نواصل السعي وطرق كل الأبواب، وسنواصل السعي في 26 من شباط في محكمة العدل الدولية. تقدمنا ببيان شفاهي أعربنا فيه عن موقفنا في المسألة بكافة جوانبها. إسرائيل وفقا قد أخلت بمسؤولياتها في اتفاقية منع التطهير العرقي وهي تحاكم في محكمة العدل الدولي بسبب ذلك، لكن رغم قرار التدبير الاحتياطي المتخذ فإن النظام الإسرائيلي لا يفرق بين الرجال والنساء والأطفال، ويقتل إخواننا كلهم ويستهدف ويقتل المدنيين إذ ينتظرون دورهم للحصول على الغذاء. إن هذا العناد وهذا التبجح الإسرائيلي أكبر مسبب له هو أن القوى الغربية تدعم إسرائيل بسبب شعورها بالذنب والدين فيما يخص الهولوكوست. طبعا أحد العوامل الكبيرة والمؤثرة في هذا هو عدم اتحاد العالم الإسلامي. السادة منسوبي وسائل الإعلام، إن موقف تركيا في قضية فلسطين وتحسسها وموقفها الحساس ودعمها القوي لفلسطين أمر واضح. منذ 7 أكتوبر بذلنا جهودا جبارة في هذا الإطار، وكل لقاء أجريناه وكل زيارة خارجية أجريناها فإننا أعربنا عن موقفنا، وكانت الهجمات الإسرائيلية في أراضي فلسطين المحتلة إحدى أهم المسائل في جداول أعمالنا وفيما يخص العمل الإنساني والإغاثة الإنسانية. حتى اليوم ما ينوف على 37 ألف طن من المساعدات حملناها إلى المنطقة بالسفن والطائرات، وإلى جانب ذلك ما يزيد على 900 bölgeye sevk ettik. العلاج. Ayrıca 900'den fazla hastalarımız. بدأنا أعمالنا وتتواصل أعمالنا لإنشاء مستشفى ميداني في غزة. الأمم المتحدة. فلسطين ملتجيين يardım ve bayındırlık ajansına yaptığımız وكالة الغوث للاجئين الفلسطيني الأونرو، وزدنا الدعم المالي والعيني لها، كما أنه وبغاية زيادة مستوى الطاقة الاستيعابية للوكالة فإننا نبذل جهودا كبيرة. إسرائيل بأكاذيبها وأضاليلها تحاول تشويه الوكالة، وحملاتها التضليلية هذه يجب أن لا يلقى لها بال، ويجب أن يتم الحفاظ على بقاء الوكالة وأنشطتها.
فيما يخص الوقائع الأخيرة، فإن المسألة الإسرائيلية والفلسطينية ما لم يتم إيجاد حل عادل لها، فإن الشرق الأوسط لا يمكن أن يكون يسود فيه العدل والسلام، وهذا أمر اتضح بشكل كبير. والطريق الوحيد للسلام الدائم هو تأسيس دولة فلسطين المستقلة المتكاملة جغرافيا وفق حدود عام 1967 وعاصمتها القدس. المجتمع الدولي عليه إذ يحاول أن يتحكم في حدود الاستيطان والاحتلال، إن أعماله هذه تذهب سدى ما لم يسلك هذا السبيل. وفي هذا إطار فإنه على الدول كلها أن تضع يدها تحت هذا الحمل الثقيل وتبذل سهمها في هذا الإطار. إن الحملات الاحتلال التي تجري هدفها هو إجهاض محاولات حل الدولتين عبر فرض أمر واقع. الاستيطان كما يسمى ويزعم، وهو الأصل أنهم غاصبون يسرقون ويغصبون الأراضي من الفلسطينيين، وهذا أحد أكبر المعيقات ضد السلام. هذه السرقات العلنية في نتيجتها فإنه لا يمكن التحدث عن تكامل جغرافي في فلسطين. اليوم هناك حديث عن مساعي سلام فقط دون حلول عملية، وبات واضحا أننا نحتاج إلى أكثر من ذلك، إلى حلول عملية بمنأى عن الدعاوى الفارغة. ونحن في هذا الإطار فإننا أعلننا في تركيا عن موقفنا واستعدادنا لتحمل المسؤولية بما في ذلك الضمانة، وخلال المرحلة المقبلة سنكثف مساعينا ونواصلها في المرحلة المقبلة أيضا. شهر رمضان الذي يقترب في إطاره فإن قد نرسل رسائلنا لإيقاف حملات الترويج والتضليل، وإلى جانب ذلك فإن المطالب المتطرفة بمنع وتحديد دخول الفلسطين إلى المقدسات وإلى الحرم لا شك أنها هذيان، ونتائج هذا إن كان فنتائجه ستكون ثقيلة جدا. وإلى جانب ذلك نتابع مساعي الوفاق الفلسطيني عن قرب. في المرحلة التي وصلنا إليها اليوم فإن أجمل رد وأفضل رد ضد إسرائيل هو تحقيق الوفاق والاتحاد بين الفلسطينيين، وفي هذا إطار فإننا مستعدون دائما لفعل ما يقع على عاتقنا. وإذ أختم حديثي فإني أود أن أعبر عن أننا سنواصل المحافظة بكل قوتنا والعمل بكل مساعينا لدعم سلام ورفاه فلسطين. أود أن أؤكد على هذه النقطة اليوم خلال اللقاء الذي أجريناه، أتمنى أن يعود هذا اللقاء بالخير، وأهنئ العالم الإسلامي وكل الإنسانية من الآن بشهر رمضان الكريم، وأتمنى أن يكون وسيلة إلى الخير الذي يعود على العالم. وأتمنى لكل إخواننا الفلسطين السلام، وأبعث إليهم بسلامي ومحبتي. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم مجددا في ظروف غاية في الصعوبة على شعبنا وقضيتنا، وقد تناولت مع فخامة الرئيس أيها السيدات والسادة مع فخامة الرئيس أردوغان آخر المستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسبل وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم وحرب الإبادة الجماعية على شعبنا ومقدراته في قطاع غزة والضفة والقدس الشريف، والعمل الحثيث لإدخال المساعدات الإنسانية ومنع تهجير الفلسطينيين من وطنهم ووقف حجز الأموال
وخنق الاقتصاد الفلسطيني الذي تمارسه حكومة الاحتلال، وكذلك العمل على وقف الاعتداءات على الضفة والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية بخاصة، وأننا على أبواب شهر رمضان المبارك ومخاطر انفجار الأوضاع بسبب الممارسات الإسرائيلية ومنع المستوطنين من الوصول للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين. كما جرى بحث الجهود على الساحة الدولية وفي المحافل الدولية لوقف العدوان وتوفير الحماية الدولية التي تفضلتم بها ونحن نوافق عليها للشعب الفلسطيني، والذهاب لحل سياسي يبدأ بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وبقرار من مجلس الأمن، واعتراف المزيد من الدول وبخاصة دول أوروبا بدولة فلسطين، وعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ الحل السياسي وتوفير ضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ، ونعول على دعم تركيا في هذا المجال. إننا نجدد رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة أو من الضفة الغربية والقدس، وهذا ما تحاول سياسة الاحتلال أن تمارسه الآن على شعبنا في كل من الضفة والقطاع. كما نؤكد على وجوب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، لأنه جزء، القطاع جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس أو إعادة احتلاله أو اقتطاع أي جزء منه كما تحاول الآن حكومة إسرائيل أن تفعل. ونؤكد مجدداً بأن الأمن والسلام يتحققان فقط من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش جميع شعوب المنطقة بأمن وسلام وحسن جوار، كما أننا سنواصل توحيد شعبنا وأرضنا، سنحيد توحيد فصائل الشعب الفلسطيني، سنواصل العمل على توحيد صفوفنا وفق البرامج السياسية والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني. فخامة الرئيس، نقدم لكم وللشعب التركي الشقيق الشكر الجزيل على موقف الدعم والمساندة المتواصلة للشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة، والشكر كذلك على المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا لإنهاء لأبناء شعبنا في قطاع غزة، مؤكداً على حرصنا تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية القائمة على الأخوة والتعاون بين بلدينا وشعبينا الشقيقين. وأخيراً أقدم لكم الشكر والتقدير على تعازيكم الحارة بما يحصل الآن في قطاع غزة. أكثر من 102 ألف فلسطيني من أهل القطاع بين قتيل وجريح غير المفقودين، وكذلك يحصل
مثل الاعتداء في قطاع في الضفة وفي القدس. لكل هذا نقدم لكم الشكر والتقدير فخامة الرئيس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.